بما ان خارج مجموعه من المحطات مقبله لا بد وعدوا رواجج هون معروفين انهم يتكلفوا بتسيير هذا الفريق الصحراوي. هذا مولي لا يعني انه كيف يقولوا اكسكلوزيف، يعني قد يعدوا مجموعه من الديناميكيات الثانيه وتعدى الفرق ثانيه، الباب مفتوح. غير بعد اذا قدينا نجمعوا الجهد الفريق واحد، وهم اللي مآمن بها انا هو ان الرياضه كانت دائما تجمع، وبالتالي الرياضه تقد تعود شيء قد يوحد الشباب يدفع به القدام يفتح له افاق. هذا وعد اللي كنت وفي اللي اتفقنا عليه، واظن النقاش مفتوح باش نعرفوا ربما مجموعه من الاهداف، مجموعه من المحطات اللي يعدلهم القدام. هذا هو الاساس من هذا، فقط لقاء تحضير وفقط محطه ومجموعه من اللقاءات اللي تجيب مدعاه تقول القدام يوجد استراتيجيه ديال الجمعيه بزاف النقاش. هذا ما يجب تعدل كيف تعدل في ليميرو في ليماي فروني في مون، فما يحتاج ندرس فيه المنطقه اللي يعود فيها دعم سياسي لانهم يجي بليده وما يتعود في بوزوت كذا الارجنتين ولا العكس، غير بليده اللي يجبر فيها دعم معين على مستوى الملعب على مستوى دعم مادي دعم سياسي. انا مازال مولي ما نحسن فيه هذا مرة بارك صلاح موضوع على تقريبا عن المشير لا بد عنه لخص على اللي زين كان غاد سابق الكلام. مشكورين كامل الحروف ونشكروا الأخ محمد عارك ربي على المجهودات اللي عبر النظام الرقم خلنا حقا تنشي وفضله من الوطن الصالح. واجتماعنا جاء عادل عصارة جاء كخراسة من العام الفات كيف قال مشيت من المدريد وعادل مدريد الدوري اللي كان اللي كنا عدلنا في مدريد للأسف حاضرين معهم محاضرين اليوم كان زين عن مرجل كامل يحضر لأنه فضلهم هم حتى هم لكن الدوري كامل وقف. عقب الدوري اللي خلق دوري فلسطين اللي شاركنا فيه باريس الفكرة جات من هون من رياضتنا نعدل شيء أنه رياضة اليوم ما هي لا ما معنى أن رياضته تقدر تصب في جميع الأهداف اللي معدلها الجمعيات كاملين أن أنا ذاك الهدف يقد يعود في قالب فني ياسر منه ياسر حد يقد يعود معه. واليوم إحنا كان زين عندنا يعود ياسر من رجلي حاضر للأسف اللي خارج اللي عنده مباراة وخارج اللي عنده التزامات مع رجلي حاضر وجمعنا ونجمعوا إن شاء الله اللي عنده شيء اللي عنده فكرة اللي عنده ماشي فينا اللي عدل تعود اللي يشير اللي عنا محطة باش نعدل لجنة تنفيذية إن شاء الله. صراحة إحنا قطعنا مرحلة كبيرة في الوجود في الاكزيستانس قالوا مصارع قطعنا مرحلة كبيرة في الاكزيستانس ان قدينا نتكون من 75 والله من بداية 76 الى يومنا هذا ديجا ان اكزيستانس تريز امبورطا بالنسبة لنا يعني زين يقدر ما قدينا نوصلوا لقدم الاهداف نظرا لوضعيه خاصه. اولا ما كانت فينا الناس اللي تلعب الكره كان عندنا شيء من تلك الصغار غير ما خاف حد يدربهم احنا ما عندنا ما الكره ما قط لعبناها ولا نعرفوها وكذا وكذا غير نجبروا على الرياضه صبحت اليوم جانب كبير من السياسه اللي تعرف بالقضيه وتعرف بالدوله وتعرف بالمجتمع وتعرف صبح جانب كبير من السياسه وتعرف بالاقتصاد وتعرف بالسياحه وتعرف بذلك. طبعا عنها فكره صعبه السنه الماضيه واحنا جمعيتنا منين عدلناها للمده الاخيره باطل الا منين عدلنا انتخاب جديد درنا فيها اثنين تقريبا من الناس يكلفون للجانب درنا في شو يقولوا الملعين ولد محمد مبارك ودرنا في ندور والشارع البشير غير بون ما عرفنا اش خلق واش ما خلق منين صراحه انا تكلمنا في ذا الموضوع وشفنا عنه والله باطل طرحته علينا الفكره. انا شخصيا من الناس اللي دعمتها وقطعا عنها مهمه وفي بلدها وفي مكانتها لان احنا اصبحنا جمهور كبير هون فيه ياسر من الشباب ما شاء الله وفيه ياسر من الدكتور المثقف وفيه ياسر من الناس اللي تقدر تعود رياضيه وفيه ياسر من الناس اللي على كل حال اصبحنا جمهور كبير لابد نخلقوا ديناميكيه نعودوا داخلين فيها جميع المجالات الثقافه لابد ان مثقفين هم نعودوا يعودوا
بريزونتو روسو وحنا وراهم في الجامعات في المحاضرات فهمتني ولا بد ان من الرياضيين اياك نظهروا وقطع عنا ما نقدروا نستعذروا بشيء ان ما نقدروا مثلا ندعموا به الامكانيات عندنا ونقدروا ندعموا بها الحضور عندنا جمهور كبير قد يحضر الاماكن اللي يقولوا له الرياضه وذا نقدروا نجبروا هذا ما فيه ونعنوا ذا كامل اللعبه.